حال السلف مع القرآن قدمت القرآن قاري علاجو خنسرات حال السلف الصالح رضوان الله عليهم تركوا حفظ القرآن سلف القرآن شمدوا بجن كلاتاتو مازن صوتان هل قرأوا القرآن بلا تدبر ولا عمل ويس قرآن انكرت زنبلو يا ساس تنتنو سايس ربت اوقف اوقف قم انت الاثنين هاي نعم ولا تناتكم يتغالتون اوقف يا رجل حسن نعم هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن انت نعم هل السلف الصالح حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل لا ماذا صنع السلف الصالح في كل يوم يحفظ 10 آيات أقل شيء نعم سالف قدمت أبوك بكلالو بكن أسرانك يحفظالو كسرا جارة إذا كنت على طريقة السلف الصالح لابد أن يكون لك حفظ يومي عند سلف جزور نقوازالا كالنا بيكانو من نحفظه لنوار يقدر لابد ومطالعة في تفسير مختصر لا تطالع المطولات من التفسير لا فتفسير دمو كأت أتروت مجمرة اللبن رجع جيم مقبات اللبن مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله تفسير مختصر يا شخص سعدي تفسيرني مثل اضطر على مبرر يا اللو بطعم قلع جروت يعني لا تطالع القرطبي الطبري لا تفسير الطبري تفسير القرطبي أسفل لاجي أدلم لمستالي أسفل لاجي أدلم سيبالي أسفل لاجي مالك أدلم أي أزمال الآن طالع المختصرات مجملات هاتر وجمر تنتهي من المختصر ترتقي إلى المطولات إن شاء الله تنشوان كترس ودى ولتنى ودى رجات الشاقر ودى قرطبي حفظ يومي يكن تمرت من وسداتشو تنظر في تفسير هذه الآيات من تفسير مختصر أتأثر على قوتهم يفسروا كتابك لفوست تستعين بالله على العمل كذاب على دمه ودسرا ودتكبر لتعذراتشو لتقبراتشو وبهذا يكون لديك علم وعمل بندزي هالو هيدا تكارنا اوقاتنا مسرات الساكة لنا لكنا اولنا حجيكا سؤال يعني بعض الناس يقول انه على طريقة السلف كافل ساون يا سلف وش من قرنين تقرأ الفاتحة فاتحة تقرأ لها انت لابد يقرأ الفاتحة هل يوجد مسلم لا يقرأ الفاتحة او يقرأ الفاتحة يقرأ تسأل عنها لا يدري عنها شيئا نقل قل من دلنا وترقومه بلا ستأيكا وترقومون أسد مالك يوم الدين يقول ما معنى يوم الدين مالك يوم الدين إلى اللين ترقوم من دلنا مالك يوم الدين ستلو يقول لا أدري على وقوم بس ويقول أنا على طريقة السلف إن شاء قل بس سلف وش من قرن نجل هذا كذاب سراو يا سلف بلوال سلف وش من قرن تقرأ إن شانئك هو الأبتر سورة الكوثر لا إن شانئك هو الأبتر يميلو تقول له ما معنى شانئك من دون شانئك على ترقوم بلا ستايك يقول لا أدري ما على قوم ترقوم شانئك وبعد هذا يقول أنا على طريقة السلف نقلني بس سلف وش من قبل لا هي سؤال الله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا الله ملاك تنيا الله سبحانه وتعالى تماتم هجر القرآن ما كملت أنا عارف بس أنا ترجم هذا هجر القرآن كيف يكون أنا وقم وشكو إهن القرآن يتتون قرار قوي عزوت بلو يا الله ملاك تنيا لا الله سموتا تشونا كرّو وعلم توالت لست تكفل هجر لقراءة القرآن قرآن ما هاجر بلو مالت عندنيا تلاوة القرآن المتو وهاجر للحفظ ما حفظ المتو وهاجر للتدبر ما استنتن المتو وهاجر للعمل ما سرعت المتو وهاجر للتداوي بالقرآن
በቁርአን ላይ ፈውስ ሲያመው በቁርአን ላይ ፈውስ መፈለግን መተው اذا لم نفهم كلام رب العالمين يا الله سبحانه وتعالى قالاتك تلاوقنا ماذا نفهم منين من الركوع اذا لابد نعتني بهذا القران سلاذي بالقران لا تكرت الانسان يتجبنا كما اعتنى السلف سلفات بسنت عينات نو تكرت يسطو حفظ يومي بكان نحفظ وقت يكان يك بروجرام مذاكره ونظر في تفسير القران يوميا بالقران لي اسفرساتو يتواسو يتتواسو بكان بكان يوميا تستعين بالله على العمل اندغنا دمو ود سرا دمو غبطو بسرا دمو يتتاغز وسهل جدا في هذه الايام تستطيع بهذه الاجهزه ان تجعل الشيخ ابن سعد رحمه الله يقرا عليك التفسير يوجد تفسير صوتي للقران بادي مساريا اجاچن بالو يا شيخ سعد تفسير زاري يغنيا درنو تمشي تسمع سوره ترجع تسمع سوره بعد فتره تجد القران كاملا قد سمعته من ابن سعد رحمه الله تعالى شيخ سعدين باتاغنياچو كذي كاجهزاو كمساريو كموبايلو تگاغ مكادمت لك قربه اندادمت هي حال تتقامي تهونال والله عيب عيب علينا اننا عندنا لوحة هنا مثلا يقول هذا مسجد اهل السنة وهذا مسجد اهل الباطل مثلا ما الفرق هؤلاء يحفظ القرآن هؤلاء يحفظ القرآن ما الفرق الفرق لابد ان يكون في التدبر والعمل تلك نورناو يا سلفي يا مسجد تابلو كجادم من دغنا يا صوفي مسجد تابلو باوقت درجة سيمتا انذي ما يوقو سلفيوچ ماوقو مهون تلك عيبنا يا سلفي مسجد برو مالك يا واقي مسجد مالكنا لابد ان نكون حقا على طريقه السلف بحقيقه بسرفش من قد لنقواز يا قد لنا نعم